أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بتسمع الشيخ الحصري يا استاذ احمد؟ نعم. ما شاء الله، قراءة طيبة وماتعة. شوف بقى الاستماع للعظماء القدامى بيعمل ايه؟ بيخلي الواحد يعني تلقائيا كده يضبط المخارج والصفات والتجويد. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا استاذ احمد.